مطلب أثير قبل 5 سنوات ولم يحظ حينها بالتصويت عليه لمحافظة البصرة التي أعاد نوابها بلهجة لا تخلو من التهديد مطالبة الحكومة والبرلمان بإعلان البصرة إقليما إداريا وفق المادة 119 من الدستور، بحثا عن الشراكة وليس التبعية للحكومة المركزية التي يقولون إنها أدارت ظهرها لمدينة توفر سنويا جل إيرادات العراق المالية. لماذا تتشبث بين فترة وأخرى الكتل السياسية بالأقاليم كونها تمنح صلاحيات أوسع؟ هذا المطلب لا يحظى بإجماع أهالي البصرة التي لو أعلنت إقليما فإن سكانها الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين سيجنون 4 أضعاف موازنتهم الحالية، فضلا عن الإشراف على ملفات الأمن والكهرباء والاستثمار والتعيينات والإسكان وملكية الأراضي، بالإضافة إلى تقليص نسبة البطالة إلى النصف. المفروض المحافظ اللي هو يمثل 3.5 مليون نسمة في البصرة بالإمكانيات الموجودة، ما معقول أنا على الصغيرة والكبيرة أرجع إلى بغداد أخذ موافقات. حكومة البصرة المحلية تشكو من خلافات مزمنة مع الحكومة المركزية بسبب السياسة، وهو ما أفشل أداء 5 محافظين تعاقبوا على إدارة المحافظة في السنوات العشر الأخيرة. حتى لو تعثر إعلان البصرة كإقليم فإن الأمر سيكون ورقة ضغط على بغداد لانتزاع صلاحيات أوسع للحكومة المحلية في البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية. طارق ماهر، سكاي نيوز عربية، البصرة.